الفاعل، وحدة الأمة هي الأمل بإذن الله رب العالمين في نهضتها وإخلاص النوايا. طبعا دكتور وليد أنا مشفق عليه جدا نتكلم بعد اسمه محمد حسين، لكن هو بالفعل احنا منتظرين نسمعه بالفعل يقول لنا دور النقابة كانت ايه في الفترة اللي فاتت بالنسبة للي انت بتتكلم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عزائي الوحيد يعني بعد دكتور الاستاذ محمد ان انا حكيت موضوع تاني فمالوش صلة بالموضوع اللي اتكلم فيه الاستاذ محمد، فالحديث مش موصول يعني لسه. فعشان كده يبقى احنا كده لنا العذر يعني. له صلة بس تطبيقي. انما يعني احنا دورنا حداثي شويه. بدايه اول ما تشكل مجلس النقابه اتعمل لجان، وكان من ضمن اللجان الموجوده راى المجلس ان في لجنه لازم تكون بالدور المجتمعي اللي يجب ان يعني يكون للنقابه داخل المجتمع السكندري وفي نهضه المجتمع السكندري، فاتعملت لجنه تسمى لجنه خدمه وتنميه المجتمع. احنا مرينا فيها بمرحلتين، مش هطول على حضرتك ولكن هقول اهم الاعمال اللي تمت. مرينا في مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثانية للجنة ما بعد الانتخابات الرئاسية. ما قبل الانتخابات الرئاسية كان دورنا، يمكن حضراتكم عارفين إن البند الأول يمكن أو الثاني من قانون النقابة، أن النقابة هي الجهة الاستشارية الأولى للدولة. وبالتالي إن المفروض نقابة المهندسين إجمالاً في البلد هي الجهة الاستشارية الأكبر للدولة. زي ما المركز الهندسي في كلية هندسة هو من أكبر المكاتب الاستشارية الرسمية في الإسكندرية، كذلك نقابة المهندسين هي الجهة الرسمية المفروض للدولة. وأعتقد الفترة اللي فاتت لو كانت النقابة مفعلة كان في مشاريع كتير قوي في الدولة كان هيكون للنقابة لها تأثير كتير. من هذا المنطلق كان دور لجنة خدمة وتنمية المجتمع، وبدأنا نقول والله إيه المشاكل الموجودة داخل المجتمع السكندري ونقدر كنقابة نشتغل فيها. فاشتغلنا في كذا ملف وقلنا ان احنا نعمل اولويات، وبدانا بملف المواصلات. ده كانت المرحله الاولى. بعد الانتخابات الرئاسيه وبعد الخمس ملفات اللي طرحهم الرئيس، فقلنا ان احنا كدور او كجهه مهنيه وكجزء من المجتمع المدني وكجهه استشاريه اولى للدوله كذلك لازم يكون لنا دور في الملفات الخمس. الملفات الخمسه في حاجات منهم ينفع النقابة تكون لها دور وحاجات بعيد عن النقابة شوية. يعني بنتكلم على الملف الأمني أعتقد ده إحنا بعاد عنه شوية، إنما لما بنتكلم على المواصلات إحنا لنا فيها دور، على ملف القمامة لنا في دور، ملف الخبز شفنا النقطة اللي ممكن النقابة تكون مشاركة فيها، والملف الرابع اللي هو كان السولار. السولار ده أعتقد النقابة دخلت فيه بقوة تحديدا اللي هو السولار والوقود وقوت البوتاجاز. مع المرور احنا قلنا احنا لنا في دور كبير. هنبدا مثلا بملف القمامه. وجدنا ان في محافظه داخل محافظه اسكندريه ان احنا من ضمن المحافظات الوحيده اللي لها شركه متعاقده مع المحافظه لاداره عمليه القمامه، وهي شركه نهضه مصر. وهذه الشركه مملوكه للمعلنين العرب بنسبه 91.4%، وشركه فالكون وهي تابعة للمخابرات العسكريه بنسبه 9.6%. الشركه لانها مش بتقوم بالدور اتصلنا بالرصد البيئي، فوجدنا ان الرصد البيئي عندهم مخالفات كتير جدا، وجدنا ان الشركه عندها تعطل في اكتر من حاجه منها المعدات. قلنا لهم طيب احنا يعني نقدر نساعدكم في موضوع المعدات، خاصه ان شركه زي مانتراك شغاله في المعدات الثقيله. والدور الثاني لما اتعمل اليوم مثلا بتاع الرئيس اللي هو 27 28 وطن نظيف، قلنا ان احنا كنقابه محتاجين نشارك في هذا الملف الجزء الاخير، وشاركنا فيه فعلا بالفعل بلوادر وعربيات اجرناها واديناها للمجتمع المدني اللي شغال. والجزء الثاني عمليه تدوير القمامه، احنا عندنا ملف كامل على فكره داخل النقابه لعمليه تدوير القمامه كجزء هندسي، وده يمكن احنا بنجدد فيه دلوقتي وبنطور فيه تبع اللجنه، وعندنا دور كبير يمكن طرحنا عليهم برضو بعض الافكار الخاصه بيه. جزء المرور يمكن ده دخلنا فيه بقوه لان كنا شغالين فيه قبل كده، لان المرور مشكلتها في اسكندريه لما درسناها في اللجنه لقينا ان احنا عندنا اربع مشاكل اساسيه. المشكله الاولى مشكله الردم اللي بيسد شوارع كتير جدا ومنها ترعه المحموديه. المشكله الثانيه الباعه الجاهلين، وده دور مجتمع مدني مع الشرطه. والمشكله الاهم اللي تقدر نقابه المهندسين تدخل فيها كدور مجتمعي ودور هندسي، وهو تخطيط الشوارع واعاده المرور واعاده المسارات المروريه خاصه في التعقيدات. فلقينا ان احنا عندنا 8 اماكن في اسكندريه، الاماكن دي شديده يعني الكثافه المروريه وعامله ازمه كبيره جدا. فبالاشتراك مع اساتذه من كليه الهندسه
عملنا بعض التخطيطات المرورية بحيث إعادة، إحنا كنا عايزين نعمل حاجات سريعة بحيث ما يكونش لها تكلفة على الدولة، فأعدنا مخططات الشوارع مرة تانية واقترحنا 20 إشارة إلكترونية في هذا المكان، واتصلنا باللي هو مدحت طريقه اللي كان ماسك المرور وعرضنا عليه هذا المقترح، واعتقد ان هو الراجل اثنى عليه، واتصلنا بالمحافظ لهذا الامر واخدنا المقترح بتاع المرور، واعتقد اللي هو طريقه دلوقتي بعد ما رجع مره ثانيه هو كان اتشال، وبعدين اعتقد كان في ضغط من القوى السياسيه انه يرجع مره ثانيه لانه راجل شغال، فرجع مره ثانيه اعتقد هو بدا يفعل الجزء ده مره ثانيه اللي هو جزء الاشارات المروريه الموجوده، يمكن ده الدور الهندسي اللي ممكن نعمله في الموضوع. ملف الخبز معظمه ده شغل وزاره التموين بعيد عن كليه هندسه. نقطه واحده بس لقينا ان كليه هندسه ان نقابه المهندسين تقدر تتدخل فيه، لان ان في مشكله هي مشكله السولار، ان كل المخابز تقريبا اللي شغاله بالسولار، فاقترحنا عليهم ان احنا نحول لهم ويبقى عندنا ده مبادره من النقابه نحول لهم الموضوع ده لغاز طبيعي، وبالتالي الدعم اللي كان بياخده للسولار هيقدر يوفر طاقه للدوله، والدعم اللي كان بياخده للسولار ده هيوفره للغاز الطبيعي، وبالتالي ترفع مشكله الحاجه. درسنا حاجه اسمها دراسه الخطر، يمكن دي كانت بعيده شويه عن النقابه، انما حبينا نفهم ايه الموضوع، يعني ايه المشكله، ليه العيش بيطلع، لان الدوله بتدعم المنتجات الغذائيه ب 16 مليار جنيه، 11 مليار جنيه للخبز بس، المفروض بيخبز 250 مليون رغيف في اليوم، بيخبز منهم 150 مليون رغيف و100 مليون بيتسرقوا، ال 150 مليون اللي بيتخبزوا 90 مليون رغيف بيتاكلوا، 60 مليون بيروحوا للبط والفراخ وما شابه، يعني حصيله ال 250 مليون اللي الدوله بتدفع لهم دعم 90 مليون رغيف فقط اللي بياكلوا البشر واللي صالح للاكل. فلقينا ان المشكله عند المخابز في حته موضوع السولار، فقلنا ده الجزء الهندسي اللي نقدر نشارك فيه. مشكله السولار بنسبه كبيره مشكلته فيها جزء تكنيكال، احنا كنا بنحاول نشوف الدور الهندسي اللي تقدر النقابه تدخل فيه، لان في جزء كبير مش هنقدر نحل كل حاجه فيه، بس على الاقل من احساسنا بان لازم يكون في مشاركه من النقابه، لان في مشكله ان اساس عمليه التهريب اللي بتحصل او السرقه اللي بتحصل في السولار جزء كبير منها بيتم في عمليه النقل من المستودع اللي هي مصر البترول والتعاون، وبيوصل لغايه المحطه، وبعد كده بيتم داخل المحطه، ده مش بتاعنا. انما الجزء ده اقترحنا عليهم ان يتعمل جي بي اس، والجي بي اس حضرتك تقدر تحطه على العربيه اللي طالعه من المحطه، وتتتبع بالجي بي اس العربيه وحمولتها وتفريغها، وتقدر في حاله وجود تلبس تقدر توقف العربيه نفسها، مش بس توقف التفريغ بتاعها، ده انت تقدر توقف العربيه في مكانها بالجي بي اس. اقترحنا ده وقام في الموضوع ده بصراحه بنسبه كبيره يعني احد افراد النقابه العامه وهو المهندس ياسر تاج الدين، وقابل الوزير يوم السبت اللي فات وقدم له المقترح، واعتقد ان هو سائرين بالموضوع ده بالاشتراك مع لجنه خدمه تنميه المجتمع، ان شاء الله نحاول نعمل الموضوع ده. وكمان اقترحنا حاجه ثانيه ان يتعمل سولونويد فالف، اوتوماتيك الكترونيك فالف، بحيث ان ده يفتح بكارت عند راجل صاحب المحطه عشان بتاع العربيه ما ياخدش ما يهربش في النص. ده الجزء ده اللي بين الاثنين. استحدث علينا مشكله الميه والكهرباء والغاز، دكتور علي تفضل بلجنه تقصي الحقائق، بس احنا بصراحه ما استنيناش لجنه تقصي الحقائق، احنا مباشره اول ما حسينا بالازمه فقلنا نحاول نفهم كنقابه ايه الموضوع عشان نقدر نشارك فيه، فاتصلنا بوزاره شركه الكهرباء هنا وشركه الميه وشركه الصرف الصحي، لان لقينا ان في العجمي والدخيل عندهم مشكله في الصرف الصحي، فعشان نعرف نستقصي الموضوع ايه. واحنا لما نتعامل بالنقابه بصراحه الناس بتبقى متعاونه جدا معانا، وكمان احنا مش مجرد ان احنا نفهم الموضوع ونسكت، احنا بنحاول نتصل بالسلطات المختصه ونحاول نتابع ونحط ريكومنديشن بحكم ان احنا الجهه الاستشاريه للدوله. فلقينا ان مشكله الميه منسوب ترعه المحموديه قل نتيجه ان الناس في البحيره بياخدوا ميه كتير عشان موضوع الرز، فبيفتحوا نسبه ميه فالميه بتقل، دي حقيقه. عشان نستوثق منها كلمنا وكيل وزاره الري في البحيره واكد لنا المعلومه. النهارده تابعنا كان في لقاء امبارح مع وزير الاسكان الدكتور طارق وفيق، جمع شركات الميه والكهرباء والصرف الصحي وفعلا اكدوا المعلومه، واتخذ قرار امبارح ان تزيد كميه الميه اللي جايه من اسكندريه احنا ومطروح عندنا نفس المشكله. والنهارده كان في لقاء بين وزير الري ووزير الاسكان عشان يحلوا مشكله الميه بتاعه القاهره بتاع اسكندريه ومطروح، افترض ان شاء الله رب العالمين ان خلال الاسبوعين الجايين ما يبقاش في مشكله ميه موجوده في اسكندريه. مشكله الصرف الصحي
كلمنا المهندس عبد المحسن اللي هو رئيس شركة الصرف الصحي، واتضح ان في بعض تعدي من الاهالي على محطات الطرمبات، وقلنا له احنا كنقابة جاهزين ان نشاركك بالجهة الفنية اللي محتاجها، لان احنا عارفين يا اخواننا اكبر ادخار استراتيجي. كل مهندسين اسكندرية اعضاء في النقابة، وكل استشارين اسكندرية اعضاء في النقابة، وبالتالي حضرتك تملك ثروة بشرية طائلة. لما بتكلم على تخطيط عمراني ما ينفعش يبقى في قرار طالع من المحافظه بمنطقه فيها تخطيط عمراني وتهمه نقابه المهندسين، ما ينفعش يبقى في قرار استراتيجي في الطرق او الكباري او المواصلات وتهمه نقابه المهندسين. نقابه المهندسين مش ال 10 ولا ال 15 واحد اعضاء النقابه، لا، نقابه المهندسين هي كل مهندسي الاسكندريه ال 55,000 مهندس والاستشاري واستاذ الجامعه والمتخصصين، فبالتالي لازم يكون للنقابه دور في هذا الامر. الجزء الاخير اللي هو جزء الكهرباء، الكهرباء بصراحه احنا لغايه دلوقتي محتارين ومستنيين تقرير لجنه تقصي الحقائب، ودي كانت مبادره من النقابه بالاشتراك مع كليه الهندسه بعماده الاستاذ الدكتور فهمي فتح الباب وهو عضو في النقابه العامه بالمناسبه، ولجنه ومجلس الشورى بحيث يكون لها ضفيه قضائيه. احنا بانتظار التقرير اللي هيخرج، انما ما توصلنا ليه كلجنه قبل لجنه تقصي الحقائب ان احنا البيك لود بتاعنا حوالي 18.1 جيجا وات، يمكن الدكتور محمود يصحح لي الارقام لو كانت خطا، 18.1 البيك اللي يقدر ننتجه، استهلاكنا 16.83% جيجا وات، فعلا في عجز موجود، ده حقيقه. انما المشكله اللي كنا بنطالب بيها قلنا طيب اذا كان في عجز في حله هيكون من شركه الانتاج، وده اللي الدوله بتعمله، وحاولنا نشوف الدوله ماشيه فين، فقالوا لنا ان دمياط دخلت الخدمه امبارح 0.52 جيجا وات، ابو قير دخل التجريبي من 3 ايام وهتدخل الاسبوع الجاي بالفول لود 1.3 جيجا وات، فبالتالي بقى انا مدخل 1.83 جيجا وات، يبقى ده هيقلل شويه اللود، النقص في اللود الموجود هيعوض 5%، هو في 10% نقص هيعوض 5%، و5% الثانيين لما حاولنا نستقسم مع شركه الكهرباء ومع الناس في القاهره، فقالوا لنا ان احنا البيك لود بتاعنا دلوقتي عشان رمضان والقيام والناس شغاله، فبعد كده وموجة الحر كمان الزيادة، فموجة الحر هتتكسر خلال اسبوعين تقريبا او 10 ايام، ورمضان البيك لود بتاعه هيقل، بالاضافة الى في بعض الاقتراحات احنا بصراحة اقترحناها على وزارة شركة الكهرباء بحيث ان هم ينقلوها، من ضمن الحاجات مثلا التعامل حتى حاجة بيسموها الادمنستريشن سوليوشن، ان حضرتك تبدا مثلا موضوع ان ترجع للتوقيت الصيفي تاني، ده كان من ضمن الاقتراحات احنا ما وصلناش بيه، بس كان من ضمن الافكار اللي بدانا نتداولها ان انا ارجع مره ثانيه بحيث اقلل ساعه. موضوع المحلات في العالم كله على فكره ما فيش في الدنيا بلد المحلات شغاله في 24 ساعه، حضراتكم سافرتوا جميعا بره الناس بتقفل الساعه 7 والساعه 6 والساعه 9 والساعه 10، انما احنا عندنا يمكن الدكتور محمود كان على القطار بياكد المعلومه دي، يمكن يعني هو يتفضل افضل مني في شرح النقطه، ان احنا ما عندناش بيك لود، احنا عندنا تروح حدود السماحه منه دلوقتي، احنا عندنا بيك لود كده كونتينوس 6 او 5 اورز شغالين، فبالتالي احنا يعني ما زلنا منتظرين التقرير التقصي الحقائق. انما النقطه اللي اكدنا عليها في اللجنه وهو انا معترف ان في عجز، بس مش معترف بطريقه التوزيع وتخفيف الاحمال. ما ينفعش ان الاقي مواطن الكهرباء بتقطع عنده 5 و6 مرات في اليوم والراجل اللي قدامه الكهرباء ما بتقطعش خالص. يعني على الاقل يبقى في اليه توزيع. حاولنا نتصل كده الليجل مع ناس داخل الشركه، فلقينا ان عندهم برنامج دخل، البرنامج ده كان جاي شركه التوزيع جاي من القاهره. واحنا اقترحنا الموضوع ده على لجنه تقصي الحقائق عشان طلع لنا بتقريره. البرنامج ده المفروض ان هو بيوزع توزيع الاحمال اوتوماتيك، بمعنى ان هو الناس كلها على الكمبيوتر، فلما بيتقطع عن سيدي بشر دلوقتي الخط ده ما يتقطعش عنه تاني الا اذا عمل راوند واتقطع على كل الناس. البرنامج ده بشكل ما مفعولش وما اشتغلش واتوقف مره واحده، فده حطيناه برضه قدام لجنه تقصي الحقائق. انما حقيقه الامر ماذا يحدث فيها؟ موضوع سرقه الكابلات، في ناس في اللجنه قالت لا ده في سرقه كابلات موجوده، فبرضه حطيناها. كل الامور دي حطيناها قدام لجنه تقصي الحقائق. الميه بالنسبه لنا واضحه، الصرف الصحي بالنسبه لنا واضح المشكله، يمكن الكهرباء هي اللي بالنسبه لنا فيها نقطه ميسنج شويه، فبنحاول ان شاء الله رب العالمين بقدر الامكان كنقابه ان احنا نخفف عن كاهل، لان دورنا يا اخوانا المهندسين بالذات ما ينفعش دورهم النقابي يكون خدمه النقابه فقط والمهندسين فقط، لان ما فيش دوله في العالم هتنهض الا اذا كان المهندسين على راس هذه النهضه. ويعني احنا الحمد لله عندنا رئيس الجمهوريه مهندس، رئيس الوزراء مهندس، كان في اقتراح ان يبقى المحافظ مهندس، فربنا يستر هنتقتل. يمكن الدكتور محمود يعني لو تاذنوا لي يوضح لنا النقطه بتاع الكهرباء او اكثر منا ايضاحا لها. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.